السلام عليكم. اليوم نعرفكم بهذه الإقامة السكنية الضخمة اللي تقع في مدينة عين بنيان على الساحل تاع عين بنيان، إذن على ابتداء بعد حوالي 10 أو 12 كيلومتر عن مركز مدينة الجزائر العاصمة. وهذا المجمع السكني الضخم بطراز معماري عصري وجميل جدا، إن شاء الله تكون يعني التنفيذ ليكزيكسيون تاع لي طرافو تكون مناسبه ويعني كونفورم يعني للتصاميم هذه الرائعه تاع هذا المجمع السكني، واللي الملاحظ انه فيه فيديوهات عندها مده عامين تكلمت على هذا المشروع، الاشغال تبدو بطيئه. المهم انه يعني المشروع هذا ان شاء الله يكتمل في الاجل القريبه ان شاء الله، ليزيد من الزخم العمراني غرب الجزائر العاصمة. أترككم تتابعون هذه اللفتة حول هذا المشروع السكني الهام والكبير جدا في غرب مدينة الجزائر العاصمة على مستوى منطقة عين بنيان. أترككم تتابعون والسلام عليكم.